رغم أزمة الطاقة بين أوروبا وروسيا، إلا أن فنلندا لا تعتمد على إمدادات الغاز والنفط الروسي فقط. الزميل ليث بزاري، ومن خلال هذا التقرير يعرفنا على الطرق الذكية لإنتاج الطاقة في فنلندا، هذا البلد الشمالي الذي يتقاسم حدوده مع الجارة روسيا. نتابع. مع اقتراب فصل الشتاء الأوروبي القارس وتفاقم أزمة الطاقة بين روسيا وأوروبا، يعيش الفنلنديون نمط حياة بيئية نظيفة بعيداً عن الغاز والنفط. فهنا أسلوب حياتهم يختلف عن بقية سكان القارة الأوروبية منذ عقود. في الريف الفنلندي يعيش معظم السكان على ضفاف البحيرات والتي تعد بالآلاف. يستمدون طاقتهم من الأخشاب التي تحيط ببيوتهم على مد النظر. فالقانون الفنلندي يسمح للشخص بتملك غابة خاصة وقطع أشجارها للطاقة كما يشاء، بشرط زراعة شجرتين عند قطع واحدة. لدينا الكثير من الأخشاب وهي مصدر طاقة جيد. أنا أستخدم الكثير من الأخشاب والكهرباء لتزويدي بالطاقة، لا أعتمد على الغاز ولا النفط. تاريا مزارعة فنلندية ورثت فن الطهي الصحي والصديق للبيئة من أمها. فهنا جميع الماكينات الكهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، لا كيلووات ولا أصوات محركات توليد الكهرباء. تاريا وضعت ألواحاً شمسية على ضفاف بحيرتها وتقوم بزراعة محاصيل موسمية لتناول وجباتها إلى جانب الأعشاب الحرشية التي تقطف يومياً كالفطر البري الفنلندي. يجتمع الأصدقاء في كوخ خشبي للتجاذب أطراف الحديث وتناول مشروب فنلندي قبل العودة إلى أحضان الطبيعة حول موقد ناري يذكر لهبه بلون الشفق القطبي الفنلندي في أقصى شمال هذا البلد. نقوم ببناء مفاعل نووي هنا في منطقتنا لتزويدنا بالطاقة عند الحاجة. كما كل يوم ينطلق الزوجان على متن قاربهما الصغير في بحيرات خليج فنلندا الذي تتقاسم مياهه مع الجارة روسيا، ويرون أنه لا توجد أزمة بين البلدين على الأقل في مجال الطاقة. فهم اعتادوا على العيش دون الغاز الروسي الذي قد يكون نادرا في أوروبا الخريف والشتاء القادمين. من المنطقة الحدودية بين فنلندا وروسيا، ليث بزاري.